معلوماتك يا استاذ ادم فيما يخص معلوماتي ميسي. فهد بن نافل رئيس مجلس اداره نادي الهلال في شهر يناير الماضي ذهب الى العاصمه الفرنسيه باريس للقاء ممثله ميسي ووالده خورخي ميسي. بعدها جاء خورخي ميسي يوم 14 مارس الى الرياض لرؤيه قصر ميسي في منطقه حطين، المنطقه الراقيه في شمال الرياض، واتفق على كل الاتفاقات مع مسؤول وزاره الرياضه السعوديه برئاسه الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل والسيد عبد الله فيصل حماد رئيس اكاديميه مهد الرياضيه في السعوديه، وكان اللقاء في مدينه جده بعيدا عن الاعلام هناك في الرياض. واتفقوا الى عرض اخير، العرض الاخير الذي قدم من نادي الهلال لميسي هو 320 مليون جنيه استرليني. هذا العرض هو العرض الاخير واللي اكدته وكاله الانباء الفرنسيه منذ 3 ايام. هذا العرض هو العرض الاخير لميسي، وافق عليه خورخي ميسي وكيل اعمال ميسي وهو والده، ووافقت عليه حتى اسره ميسي. اعتقد ان ديربي الرياض في الموسم القادم بين الهلال والنصر سيكون هو ديربي او كلاسيكو العالم الذي سينتظر العالم بديلا عن كلاسيكو برشلونه وريال مدريد. نحن على موعد مع رؤيه رونالدو في النصر وميسي في الهلال. طبعا رونالدو في النصر بيحصل على 166 مليون يورو سنويا في عقد لمده 2.5 سنين. بالمناسبه، هل في رضا عن اداء رونالدو مع النصر؟ اولا رونالدو على المستوى الرقمي هناك رضا، لان رونالدو سجل 12 هدف في 13 مباراه بمعدل كل 97 دقيقه يسجل هدف مع النصر. طبعا فادوا في كده رباعيه في مرمى الوحده، ثلاثيه في مرمى ضمك، لكن عموما موسم صفري لفريق النصر. النصر قبل وجود رونالدو ربما كان اول الدوري، لكن الحقيقه ثنائيه رونالدو وتاليسكا لم تقدم ما يشفع لها حتى الان، وان كان رونالدو رقميا قدم اداء جدا مميز مع الفريق النصراوي. الأزمة في النصر كانت هي خروج رودي جارسيا المدير الفني الفرنسي مدرب مارسيليا وليون السابق خارج أسوار النصر بعد لقاء الفيحاء قبل 3 أيام من ديربي الرياض أمام الهلال. يخرج رودي جارسيا ويتم التعاقد مع مدرب الفئات السنية في نادي النصر فريق الناشئين دينو إليتش. خسارة من الهلال ثم تعادل مع الخليج، فارق النقاط التسعة مع الاتحاد إلى 5 نقاط قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، بعيدا عن خسارة نصف نهائي كأس خادم الحرمين أمام فريق الوحدة بهدف نظيف، وقبلها خسارة السوبر. وبالتالي التعويض الوحيد لرونالدو سيكون أمام نادي الزمالك في البطولة العربية في يوليو المقبل، من 20 يوليو إلى 5 أغسطس في أبها والطائف والباحة. مجموعة صعبة جدا ما بين النصر والشباب ونادي الزمالك، وايضا الفائز من اتحاد المينستيري والمحرق البحريني. هي البطوله الوحيده المتبقيه. البطوله قويه، البطوله قويه على مستوى الجوائز اللي بتصل ل 10 مليون دولار، على مستوى قيمه المنافسه ابطال الدوريات جميعا متواجدين. الهلال موجود، النصر موجود، الشباب موجود، اتحاد جده وقيمته هذا الموسم ايضا موجود، نادي الزمالك، شباب بلوزداد، الترجي، الوداد والرجاء من المغرب. اعتقد اسماء انديه مميزه جدا جدا جدا، ومجموعات جميعها صعبه، وهتكون في 3 ملاعب في السعوديه في 15 يوم. وبالتالي القيمه الماديه واسم كمان البطوله كاس الملك سلمان للانديه الابطال هذا الموسم على مسمى خادم الحرمين الشريفين، وبالتالي بطوله قويه على المستوى الفني وكمان على مستوى القيمه الماديه. طيب.